ودارنا مبروك جمهور مغربي الفوز المنتخب المغربي على أنغولا 1-0. هذا الشيء اللي كاين اخوتي في هذه المباراه. اذا كنعتذر لكم، حاولنا شاركنا معكم كل شيء. اذا القضيه ماشي سهله، صعبه جدا. مبروك علينا الفوز على أنغولا. الف 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 مبروك جماهير مغربيه. هذه المباراة ودية ولكن مباراة رائعة جدا. إذا الروح الرياضية بين أنغولا والمنتخب المغربي. إذا كما كتشوفوا الملعب أدرى. إذا نزول جماهير مغربية. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير هذا الشيء كنتمناو. كما كتشوفوا جماهير المنتخب المغربي، اللهم بارك اللهم بارك. إذن نتمنى ان شاء الله يكون خير. بعض الاحداث في المباراه كتكون بعض المرات، إذن كما كتشوفوا بعد القراعي، إذن بعد النهايه ديال المباراه كما كتشوفوا جماهير السوسيه. نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى واجب تحميو انفسكم. جماهير مغربية بعد نهاية المباراة بين أنغولا والمنتخب المغربي، ولكن المغرب فاز. إذن هذا هو المهم.